هاكا يا عظيم. ها غير كدا كان يجزري الزنزال يفلد يفلد الخان مولانا. ها شلالك برمان دائمين ولون. هنا راه كان فيه الجفاف ناشف دابا سبحان الله. راه ها انت كتشوف على الماء تبارك الله والماء كثير. انا فيه غير الكياس ناشف بحال هكا. البارح الزلزال ديال البارح راه خاص فيه الماء. كلشي جبل كلشي جبل كاين الدبل معاه. ها هنا كلشي كان ناشف كلشي هادشي كان ناشف مع الماء. ها كلشي هاد الجبوله فيهم في فرط. ها ها كلشي يقول لنا هذا نارا كلشي كان ناشف. راه كان واحد شويه كيدوز في هاد القادوس هذا واحد شويه. شوف شوف سبحان الله العظيم. شوف هاد الجبل هذا راه تشق تشق. شوف كي كيقص فيه الماء راه الزلزال غير الزلزال ديال البارح اللي دار هادشي هذا. ها سبحان الله. ها هو راه الشقا صغيره. ها بلاتي الشقا صغيره كي كيقص فيها الماء باذن الله. ها انت راه هادشي كلشي راه هنا ما فيه طاع طقطرة فيه طقطرة ديال الماء. راه ناشفة الدنيا هنايا. ها راه كلشي هادشي كلشي كاين مدد بالماء. هنا راه كاين واحد العين صغير كيدوز من هاد القادوس هذا من الناس كيدوز داك الماء. ها انتوما تبارك الله. ها الماء ها الماء ها الماء. الناس اللي دازوا من هنا اللي شافوا هاد اليامات اللي فاتوا ها من بعد الزلزال ديال البارح. ها الواد تبارك الله بحال راه تقول راه الشتوى راه يلا. اه مش تلقى التاريخ مش تلقى الدقا. مش تلقى الدقا من التاريخ الدقا 8 البارح 8 في الشهر 9 2023 الزلزال اللي ضرب في المغرب في ورزات هو اللي خرج هذا الماء هذا سبحانك يا عظيم. انت انا راه طاح فيه الحجر. ها واحد العوينه عاوتاني خرجت من واحد الجبله. شتي ها راه الشق ديال الجبل كينقص فيه الماء سبحان الله. كاع الجبل كيندد بالماء كلشي.